باش تمشي ديري قناة يا بنت عزيزة وتبداي تشوهي فيها قنوات الانتقاد، تبداي تنقلي فيها داك السب والقذف اللي كاين. السب اللي كنظن حنا نسبو شي واحد، راه حنا داكشي عندنا في القنوات ديالنا. اشناهو السبب اللي غادي يخليك تهزي مقيطعات ديال مثلا انا كنسب شي واحد، ولا كنسبك انتي، ولا كنسب وتشديه وتحطيه في قناة؟ انتي كتعرفي بان هاد القنوات اللي كينتقدو هيام كينتقدوها بقلوبهم. تبارك الله عندك 22 دوزتي كلشي وجيتي تحتي فهاد هاد اخر كاليتي في عيالات وكبر منك في السن وماك على حالتك. بغيت نعرف انا مالك على حالتك وماك على هاد الشو وماك على الحال ديال نفسك. سير اسمع تبعد فيك قدام العادي والبادي. شمو مو 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 في اللوطيات الفخمه في العشاوات المخيرين وانت ابو العالم راك تمشي معاك تحط لك الطاجين انت وياك كتفرسوا فيه. ما احتاجش بانك نادي مشات معاك ومعايرك وسابك ونطيحها منك او يدير على غديدي. فين هي الرجوله؟ وين تطلع العالم حشمتي براسك؟ والله العظيم الا بعدتي براسك بديتي اخر كاليتي في الرجال وانت ما كتصوت تصولدي. كلشي يسبك كلشي عيب كلشي كيطيح منك حيت تحتي في الدمره هي مبلوله. انا عارف هاد النقطه بلا ما صحابك دابا كنهضر عليها راك صحابك كتبان لي شي حاجه. لا 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 بس فهمونيش غلط اخوتي وخواتاتي. هي بعد دخلت لهاد اليوتيوب سعايا سعايا وباقي لحد الان كتسعى وملي كتخمر وكتشرب وكتعرض كتقول لك يا سطا يا ستار تطب الدنيا بركله. ولكن هي اخر كاليتي في النساء اخر كاليتي في النساء يعني ما عندها لا مستوى ولا قيمه ولا تبارك الله عندك 22 دوزتي كلشي وجيتي تحتي فهاد هاد اخر كاليتي في العيالات وكبر منك في السن وماك على حالتك. بغيت نعرف انا مالك على حالتك وماك على هاد الشو وماك على الحال ديال نفسك. سير اسمع تبعد فيك قدام العادي والبادي وتقول لك كنت خشقه كل مره تحطها خشقه وتسميك قالت بسميتك كتهرك ديك السميه بالعاني زعما كتعقدك. فيا بنت عزيزة ما تحشميش تهزي المقاطع ديال السب وديري قناة وانتي كترصدينا من شحال هذا. من النهار اللي كنشوف واحد المقطع ديال رحيمو اللي مشات عنده ويام شي 8 شهور هادي باش تحط هذاك المقطع تقريبا 8 شهور هو المقطع قديم عندو كتار من 8 شهور وتهزيه وتحطيه رحيمو كتقول هيام قولي شكرا الفيديو سولف من تما في عقلك وبركة ما تقبحي على عباد الله. ونودي لبغى تقولي شي حاجة قوليها بصوتك. علاش كتجيبي المقيطعات أو تبداي تقطعي بديت تقطعي وتحطي في ديك القناة عندك ودايره قناة اخرى مولات الشوها إيديسيون